وناخد اول سؤال عندنا النهارده من السيده ام عبد الرحمن من الجيزه. استاذ ام عبد الرحمن اتفضلي. السلام عليكم يا شيخ. الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. انا متشرفه جدا بسؤال حضرتك، معلش انا اسفه يعني هتتعب. اتفضلي على راسي، اتفضلي يا فندم. كنت عايزه بس اسال حضرتك ثلاث اسئله. اتفضلي. انا بس هبقى طمعان ان حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون، عشان ثلاث اسئله ياخدوا وقت، فنوطي التلفزيون شويه وتسمعيني من التليفون. لا تقلق، انا مع حضرتك. انا بص، اول حاجه في اللي انت قلتها، انا بتشارك مع جوزي بس هو ما بياخدش بالراي، وده بيرجع لحاجات تانية كتير. ان هو مثلا بقول له مثلا نعمل كذا وما يعملش كذا، وبيرجع في الاخر ياخد راي اخوه، وبيرجع في الاخر بيقلب علينا احنا بالعكس. دي حاجه. الحاجه الثانيه، مفيش توافق ما بين الحنان اللي انت اتكلمت عليه او الود اللي هو المتبادل ما بيننا احنا الاثنين، فانا دي نقطه انا مش عارفه اوصل لها. طيب يعني انا متجوزه معاه اديلي 23 سنه، مفيش في اي مرحله من مراحل حياتكم كان في موجود الود ده والحنان ده حتى كان. أو كام بقى، من كام سنة؟ من 10 سنين مثلا؟ من 15 سنة؟ أو طيب أنت فاكرة المرحلة حصل فيها إيه؟ يعني مثلا إيه؟ حصل إن أنتوا إن هو مثلا خسر حاجة، إن هو حصل له أذية في حاجة؟ لا، كان لسه بنبتدي في حياتنا، وكنت واقفة معاه وابتدينا واحدة بواحدة. لك كانش عندنا محل، بقى عندنا محل. فايه التغير؟ ايه التغير؟ عليها. ايه التغير؟ كتير. ايه التغير اللي حصل في حصل من 15 سنة مثلا أو من 10 سنين فخلى الود انقطع؟ انشغل عنك؟ أوف. اتجوز عليكي؟ أول ما بقى معاه فلوس وكده. أنا قلت كده. وقادر يفتح بيت فاتجوز. ما قلت كده، أنا قلت إن في حاجة، ما 23 سنة والود اختفى. قبلت ورضيت وتمام التمام، وقاعدة معاها في نفس البيت في شقة مختلفة حاجة. يعني في شقة تانية غير شقتك؟ لا، قاعدة معاها في نفس الشقة. تمام. كل واحدة في أوضة. طيب اتفضلي. هو كان هيطلع بره، بس والدته الله يرحمها قالت لي انت عايزه جوزي يطلع، جوزك يطلع بره. طيب. ولا يفضل موجود؟ قلت لها لا، يفضل موجود عشان خاطر ابني. السؤال الثالث، يا ام عبد الرحمن. السؤال الثالث، انا ابني كل ما يروح مكان عشان يشتغل فيه ربنا ما بيوفقهوش، او يفضل ماسك يمسك اي حاجه عشان يبتديها ربنا مش موفق. طيب. لانه هو مش بيصلي، وانا عايزه اقربه. لا، هو كمان هو مش بيصلي عشان حاجه تانية خالص. هو مش بيصلي ومش موفق لان هو في الحقيقه، انا اقول لك حاجه وتقولي لي ايوه لا، لان هو انتوا مبنيين البيت عندكم، يعني زوج حضرتك كان باني البيت على فكره ان هو متدين. فلما حصل الجواز الثاني ده الولد حصل له ضروب في حياته، هل ده صحيح؟ هو كان صغير. كويس. بس حصل. طيب شكرا، انا اكلمك بقى. اقول لك يا ستي، المسألة ببساطة خالص، إن هو في سؤالين. أنا أعمل إيه؟ أنا قلبي لسه موجوع، مش قادرة أحس بإن أنا متفاعلة بمسألة. أنا لا أحب أبداً بصدق، لا أحب ولا أفهم إني حد يتجوز اتنين ويحطهم في نفس الشقة. أنا لا أفهم ده. كل واحدة لها حق في سكن مستقل. حتى دي لو كانت وصية الوالدة المباركة، فأرجوكم افصلوا أول حل عشان يبقى في ود، عشان تقدري تمرحي، عشان تقدري تعيشي مع زوجك كل الكلام الصداقة اللي احنا بنقوله ده، عشان حتى تقدروا تتنافسوا على هذا الرجل. لازم ما يبقاش المنافسة موجودة زي ما بيقولوا كده على عينك يا تاجر. فلازم ايه اللي يحصل؟ أول خطوة هو إن أنتوا تنفصلوا في شقتين مختلفتين. بما إنك أنت، أنا بنصحك كده ليه؟ بما إنك أنت كنا قادرين نعمل الكلام ده، فنصيحتي عشان الود يبقى فيه انفصال، في ما تبقوش في سكن واحد. ليه ما تبقوش في سكن واحد؟ قصدي ما تبقوش في شقه واحده. ليه طيب؟ لان ده هيخلي الحياه ملتهبه طول الوقت. اي حاجه بيعملها، اما هو بيعمل كده تمثيل او بيعمل كده عشان يغيظها، فكل ده لازم نغيب الطرفين عن بعض عشان تبقى الحياه مستقله. فده شيء مهم جدا جدا. اما ابن حضرتك، فابن حضرتك
محتاج ان هو يعيد معرفته بالدين، وان والده ليس هو الدين لكن والده شخص متدين. فاذا كان والده عمل حاجه وجعت مامته، او والده عمل حاجه، لان هي الفكره كلها انه مش بيرجع للدين بس، انه يرجع للدين ويرجع للحياه فيفهم معنى النجاح. لان هو ممكن يكون جواه طب انا لو نجحت في الاخر خالص هعمل ايه؟ هيجي لي فلوس واروح واجع اللي احبها زي ما بابا عمل زي في ماما؟ فهو لازم يغير النظره دي للحياه شويه. فيا ريت هو يسمعني. والحقيقه انتوا محتاجين شويتين ثلاثه دعم نفسي، ومحتاجين ان يحصل استشاره. فرجاء لو قدرتوا تتفضلوا في مركز الارشاد الزواجي ممكن نتكلم بالتفصيل. وابن حضرتك محتاج ان هو يسمع مني ان الحياه محاوله عشان نتقدم، وكل مره انا فيها ما بوفقش لان هو ممكن يكون في داخله حاله من حالات المظلوميه الدفينه، ان هو كل ما بيروح شغل بيحس ان الناس ديت بتظلمه زي ما اقرب الناس اليه ظلموا لما حطوا في بيئه صعبه شويه. فهو لازم يشيل المظلوميه دي. ما فيش حد بيظلمك يا ابني، انت معاك ربنا، واستمر وحاول وخليك متمسك بان اليس الله بكاف عبده. ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب الملك ده كله مش بابا. فاللي اذا كنت فقدت ان انت تبقى القريب من والدك، او فقدت ان انت تبقى المفضل عند والدك، ده مش معناه ان انت مرفوض. يكفيك ان انت مقبول عبد عند الله، واستمر في حياتك. فده شيء مهم جدا ان هو يسمعه ويعرفه.